الله لا يوفقك، قطعت لي قلبي. بيبي ترضى عبد؟ فكر لي حالك صغير يعني، صرت قد الحمار ما بتستحي. ايه ايش سيبني شرح راضي حتى بتقلي ما بستحي؟ عم بتنكد كمان؟ ايه لا عم بخفف دم. ايه لا تخفف دم، اللي فيني مكفيني. لك انت ليش على طول مهموم وعايف التركي؟ فهمني. ليش في شي يبسط حتى اكون مبسوط؟ طيب اجيب لك وحده سودانيه ازوجك ياها مشان تنبسط وتنسى همومك. سودانية؟ تجيب لي واحدة تكون شقرة، ما لقيت لي غير سودانية؟ ايه ليش ايش بس سودانيه يعني؟ لكن ما اشبه شي، كلياتنا خلقت الله، بس بقصد انا بحب الشقرة، ما بدي سودانية. ايه فهمت عليك، يعني بدك اياها هيك تكون حلوه مثلي. لا يستر عرضك، كل شي الا تكون مثلك. ليش ولا جردون؟ انا الف شب بتمناني. لا إله إلا الله بس، الله إيش بدي فيك أنا؟ طيب إيش رأيك أتجوزك نانتيس؟ عمرها 100 سنة لساتها صبية. شمامة مش هتتمسخر علي يعني؟ ما لقيت لي غير نانتك أتزوجها؟ إلك إيه؟ اتزوجها لأنه واثق من أول ليلة رح تموت، مسكينة ما رح تتحرك. لا ارتاح، ما بدي اتزوج. ايه لطيفي. رجعنا على كلامك البذيء. ايه طيب انت بتجبرني احكي هيك معك؟ ايه لا بدك تتزوج ولا بدك تكون مبسوط؟ الك إيه ايش بدك مثلي؟ بدي يكون بالي مرتاح ومعي شوية مصاري. ايه لا تاكل هم، انا رح اعطيك تلت مصاري. ومن وين بدك تعطيني؟ من هون. شلون يعني ولا حيوان؟ يعني هون هون كلسونيس مد ايدك طالعون. لك حدا بحط مصاري بالكيلوت؟ ما بقى بدي. طيب خلص انا بطالعون. شوف معي تلت مصاري، هذول كلهم الي لحالي. شو تلي؟ كله الليرات. تضرب بشكلك، فكرت معك شي مبلغ محرز. طيب اولاد الحاره ما في معهم اكثر من هدول؟ مو ضحكت عليهم اخذتهم منهم؟ لك بتعرف انك جني تافه؟ لك حرام تكون مثل هدول الجن اللي بيطلعوا على التلفزيون، اضطروا للشخص ايش ما بده. هيك عم تجرحني بكلامك؟ الحق علي عم بعطيك مشان اسليك. خلاص يا مهمش، لا تزعل مني. ما بزعل من حمير. لكن بتجهنم، ازعال، انفلق، انشق، روح نلعب خلقتي يلا. خلي يشتركوا بقناتي، مو انا حساس وبزعل فورا. ماشي. ولهم وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اخواتي بتمنى من الجميع تنزلوا تحت على الوصف وتشتركوا بقناة شمهمش وقناة التيك توك، ولا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشترك بالقناة إذا ما لك مشترك وتفعل زر الجرس. يا جماعة في شغلة كتير مهمة، بتمنى من الكل عم شاهدوا هذا الفيديو، تلغوا الاشتراك وترجعوا تشتركوا من أول وجديد وتفعلوا الجرس، اضغطوا على الجرس في هون تحت زر هيك مثل محطوط مرسوم عليه جرس، اضغطوا عليه وحطوا الكل مشان يوصلكم إشعارات، لأني في كتير ناس عم يقولوا لي إني ما عم بيوصلوا إشعارات، فهذا بكون سبب اني ما لكم مفعلين الجرس او ما لكم مضغطين على الكل. ولهون بكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم واستنونا فيديوهات جديده، وكتبوا لي تحت بالتعليقات ايش بتحبوا انزلكم مش انزلكم. وتحياتي، صلوا على الحبيب محمد وسلام. انا بحبكم، اشتركوا بقناتي. ليش ليش انا بحبك كثير يا الغالي. باي. اعطيكم مصاري من كلسوني. في معي تلت مصاري لاني